لا لا، بالنسبة للعمل مجموعات إرهابية لا توجد لدينا أي مجموعات إرهابية أبدا في زنتان. قبيلة واحدة صغيرة جدا، كمان وكأننا نتكلم عن طاطاوين أو دهيبة، منطقة صغيرة الكل يعرف بعضه، لا يوجد لدينا التطرف الإرهابي المذكور. أنا قلت في البداية أن تم دعمنا من الدولتين سواء الفرنسيس أو الأمريكان في البداية، ولو علمت هاتان الدولتين الكبرتان أن الزنتان ترعى الإرهاب وتصدره لما يعني دارت معسكرات في الزنتان أثناء التحرير. السيد عبد الحكيم بالحاج رجل مواطن ليبي من سكان ليبيا الأصل، أصله يرجع لليبيا، دخل إلى مدينة الزنتان في شهر 4 تقريبا في أثناء الأحداث، وتم رفضه لأن حقيقة التوجه كان ليس مثل توجهنا احنا في مدينة الزنتان. احنا كان توجه تحرير وتوجه يعني الحرية والديمقراطية ودولة العدالة والقانون، بينما سيد عبد الحكيم الحاج يعني كان لديه توجه آخر، زيادة على أن لا تربطنا به علاقات أخرى، يعني الذهاب إلى منطقة أخرى مجاورة للزنتان وعمل المعسكر، ولا نعلم بطبيعة عمله الآن. الآن في ليبيا هو ينتمي إلى جهات معينة وإلى أحزاب أخرى، ولكن الحقيقة هو يخدم في جانب ونحن نخدم في الطرف الآخر. توجيه إسلامية سلفية هو يتبع تيار معين إسلامي طبعا، ولكن حقيقة لم نرتبط به ولم نجلس معه في هذا الجانب، ولا نستطيع أن نؤكد أو ننفي ما يسمع عنه. حقيقة أن الأمر لا أستطيع أن يعني أطعن في شخصه، ولكن أؤكد أن أتى لمدينة الزنتان وتم رفضه في البداية. نحكي باسم الزنتان، ولكن نؤكد أن محيط الزنتان المدن القريبة من الزنتان لا يعمل فيها أي تشكيلات إرهابية ولا تشكل أي خطر على تونس ولا على ليبيا، لأن مدن قامت من 17 فبراير الثورة، مدن الجبل من الزنتان وغربي للحدود التونسية، نحن نتحمل مسؤولية إن كان فيها أي مأوى للإرهابيين، ليس مدينة الزنتان فقط. شكون الجهات اللي تقف وراء الاتهامات هذه للزنتان حكيت عليها؟ من لا يريد بناء الدولة في ليبيا؟ من الأطراف؟ لا أعلم، ولكن من أزلام الأزلام؟ لا عديدين، من لا يريد بناء دولة ديمقراطية مبنية على مؤسسات وعلى تداول سلمي للسلطة وعلى حرية إعلام وعلى استقلال القضاء، هذا نادى بها ابناء الزنتان من يوم 16 فبراير 2011، وهم استشهدوا من أجله وسوف يواصلون النظام من أجل هذا الهدف. ومن لا يريد بناء دولة بالشكل هذا بيكون هو عدو، من كان سواء كان أزلام أو غيره. كيف موالكم الجيش التونسي عسكريا بين الثورة؟ أظن أن هذا أمور لوجستية لا علم لي بها، ولكن كانت كل شيء يجي لليبيا عن طريق تونس. كيف الجيش التونسي كان يمول فيكم؟ لا أعلم، فما سلاح كان يمول فيكم؟ لم أكن من الناس الذين هم في الدائرة هذه، ولكن نعلم أن تونس ما بخلصش.